دكتور محمد هشام، رئيس أو مؤسس المركز الفكري الوسطي للبحوث والدراسات. أولا شبكة يقين بتقدم الشكر لحضرتك على الاستضافة الكريمة اليوم، وكنا نريد أن نتحدث معك عن كيفية أو وجهة نظر حضرتك والجمعية المرحلة أو أولويات المرحلة القادمة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الفترة القصيرة القادمة إن شاء الله لعلي في أولويات رئيسية. أولا بالنسبة للتيار الإسلامي، وهو ترتيب البيت الإسلامي من الداخل، وده يتطلب التوافق على أمرين: أولا الخطاب الإسلامي في الفترة القادمة توضع له ضوابط تحكمه ويلتزم بها أدبيا كل فصائل التيار الإسلامي، لأنه أي مجموعة لو أساءت الإساءة ترجع على الجميع، والهواجس هتكون من التيار الإسلامي كله. الأمر الثاني أنه نسعى لتوافق وطني عام بين التيار الإسلامي وكافة التيارات الأخرى الوطنية، فهذا التوافق يستلزم مزيدا من الحوار بين الإسلاميين وغيرهم، تجمعهم مصلحة مشتركة، مصلحة الوطن. الكل غيور على الوطن، الكل يريد مصلحة الوطن، فالظرف الحالي يستدعي هذا الحوار يعني رحابة صدر، بسعة صدر، حتى نتجاوز المرحلة الحساسة المفصلية الانتقالية الموجودة حاليا. هل حضرتك ترى النزول يوم 6/9 أي الجمعة القادمة وانسحاب معظم الإسلاميين منها أو التيارات الإسلامية مثل الإخوان والسلفيين والجمعية الإسلامية أعلنوا عدم النزول، فما رأي حضرتك في هذا الموقف؟ طبعا يعني ده من باب الحريات، عندما يعني تدعو جماعة أو طيار معين لمظاهرة معينة بيعلن أهدافها، ولكل جماعة وطنية إنها ترى رأيها في هذا الأمر، فإما تشارك أو تمتنع. يعني مش عايزين نحمل الأمر أكثر مما يحتمل، يعني إحنا بننادي غيرنا بالحريات، فأولى بنا أن يكون في حريات داخل الجماعة الوطنية كلها إنها تتخذ المواقف التي ترى. الناس دايما لها وجهات نظر مختلفة، فلا يخون بعضنا بعضا ولا يتهم بعضنا بعضا. إن رأى البعض مصلحة في النزول يوم 9/9 يعني ظن غالب عنده إن مصلحة مترجحة فيها فينزل، إن رأى يعني إن رأت جماعة أو طيار أو حزب إنه لا، عدم المشاركة تترتب عليه مصلحة أكبر. يعني نريد هذا التنوع يكون موجود، مش معقول ان كل طيار يقول والله هننزل لشيء معين الكل يشارك فيه او الكل يمتنع، وبدون يعني اساءة ظن بعضنا في بعض. طب رأي حضرتك من او رأي المركز النزول ام عدم النزول؟ طبعا هنا المركز مركز بحوث يعني ودراسات، وليس يعني مركزا جماهيريا يوجه لهذا الأمر، ولذلك احنا بنرسل قاعدة ان اي جماعة او حزب او تيار او ائتلاف يدعو الى مظاهرة معينة يبين بشفافية ايه المطلوب وايه المقصود من هذا الأمر، يعلن هذا بشفافية قبلها بفترة، ثم إن اقتنعت الطائرات الأخرى أو بعضها بالمشاركة فأهلا وسهلا. يعني مش عايزين نقفش في الحتة دي بحيث من شارك فهو معنا ومن لم يشارك فهو ضد على الإطلاق، دي وجهات نظر مختلفة.